مساء الخير على الجميع. هنتكلم النهارده عن خدعوك فقالوا في طب الاسنان. يعني ايه؟ يعني كل واحد بيتكلم عن تجربته الشخصيه. يعني ايه برضو؟ يعني لما بتيجي تنصح تستشير حد في حاجه بيبقى حد مش متخصص، فبيقول لك عن تجربته الشخصيه او عن تجربه جده او عن تجربه جاره ان ده حصل كذا حصل كذا حصل كذا. طيب خد عندك دي، لان دي حادثه حقيقيه حصلت في ليبيا السنه اللي فاتت. راجل كبير في السن عنده تسوس واصل للعصب ما نيمهوش، فكان بيتعبه جدا جدا جدا. جاره شار عليه ان هو يحط نقطه زيت عربيات في قطنه يقعد عليها وينام. قام الصبح لقى الراجل مات. تمام، حتى دي حصلت في ليبيا فعلا. طيب ايه الكلام العلمي ده ولا ده هري؟ لا، ده كلام علمي. ليه؟ لان الزيت في يعني كذا طريقه الاسنان بتوصل بها للدم. تمام، الزيت دوت دخل ضرب الدم، نزل في الدم ووصل للقلب، عمل جلطامه، بس الراجل نايم كذا ساعه. هو اصلا اي حاجه في الاسنان توصل للقلب في خلال ساعتين. تمام، فيعني موضوع الشائعات في طب الاسنان موضوع مش سهل، ولكن هو موضوع يعني ايه متشعب. خدعوك فقالوا في طب الاسنان، الجير بيمسك السنان. تمام، سمعتها من كذا حد قبل كده، وديت يعني يمكن من احلى النكات اللي انا سمعتها. الجير دوت حضرتك مولود بيه يا فندم؟ اكيد لا. تمام، طيب الجير ده حضرتك بيبقى منظره عامل ازاي؟ هو ريحته حلوه يا فندم؟ لا، ريحته مش حلوه خالص. طيب امال ازاي بقى الجير بيمسك السنان؟ مش عشان هو نازل على كل السنان بسم الله ما شاء الله عليك ممحرهم، تمام، يبقى هو كده بيمسك السنان؟ اكيد لا، اكيد لا. الجير دوت ترسبات جيريه بتاكل في الاسنان. عارف حضرتك الجير اللي كنا بنحطه على الاسمنت قبل كده نمحر بيه؟ هو ده، حاجه شبهه كده. تمام، ده لازم يتشال لسبب صغير مش هندخل في تفاصيل كتير، في الريحه والبكتيريا وكده. الجير بيؤدي ان في بيحصل تاكل في العظم بتاع السنه، فالسنه بعد كده بتتلخلخ بعد كده بتتشال. خدعوك فقالوا في طب الاسنان ان الزراعه احسن من حشو العصب. طب انا يا راجل يعني ايه راضي ضميرك؟ انا راضي ضميرك. حاجه ربنا خلقها ولا حاجه انسان صنعها؟ اسمع كده، اكيد 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 حاجه ربنا خلقها. ليه؟ ايه العيب في الزرع؟ ايه العيب في الزرع؟ على فكره الدكتور بيتعب جدا 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 في حشو العصب وفي تركيبه، وبياخد فلوس اقل من الزرع على فكره. يعني احنا اي دكتور سنان الزرع بالنسبه له اسهل، ما فيش اسهل من كده. هو مسمار بيتحط جوه عظم بطرق معينه، وطبعا بقياسات معينه وباشاعات معينه وخلاص، بس المجهود اللي معمول فيه اقل من المجهود اللي معمول في حشو العصب. طب ليه الدكتور بينصح بحشو العصب؟ لان حشو العصب فيه حاجه مهمه جدا ربنا عطاها لي، الجهاز العصبي الخارجي، الجهاز العصبي الخارجي للسنه، اللي هو النهايات العصبيه الموجوده في النسيج الضام اللي ماسك السنه في مكانها في العظم. طب ده ايه فايدته؟ فايدته ان حضرتك لما تيجي تاكل حاجه ناشفه بتحس انها ناشفه، لكن الزرعه لا، الزرعه انت ممكن تاكل طوبه عليها وزرعه تتكسر وحضرتك مش حاسس. تمام؟ فمحدش يخدعك ويقول لك ان الزراعه احسن من حشو العصب. نحافظ على خلقه ربنا يا جماعه. خدعوك فقالوا عن طب الاسنان، حشو العصب فاشل، ده فلان وعلان عمله واتكسر، ده فلان وعلان عمله وما كملش، ايوه ده وشي ورم بعد منه بقى ايه، صح، حاجه صعبه جدا. لا، حشو العصب مش فاشل، بس هي القصه كلها ان حشو العصب بيبقى فيه يعني مؤثرات كتير جدا ليها علاقه بمناعه الجسم وليها علاقه بالتنظيف وليها علاقه بحضرتك حافظت عليه ولا لا. واهم نقطه ان حضرتك تعمل تلبيسه عليه بعد حشو العصب. حشو العصب مش فاشل، حشو العصب بيعالج الجدر ان حضرتك وصلت تسوس للعصب بتاعه. خدعوك فقالوا في طب الاسنان. التبييض مفيش بنت في مصر الا ودخلت على اليوتيوب واتفرجت على التبييض ونفسها سنانها تبقى زي المغنيه فلانه، سنانها تبقى زي الممثله علانه. تمام؟ طب يا جماعه التبييض دوت عباره عن ايه؟ انا بشيل طبقه او اتنين او تلاته من الاسنان عشان افتح درجه اللون. تمام؟ طيب دي حاجه طبيعيه ربنا عطاها لي، انا بشيلها عشان افتح درجه اللون. ده كلام منطقي؟ كلام منطقي اللي انا اعمله؟ خاصة لو انا اسناني كويسة؟
تمام؟ اكيد لا، اكيد لا. التبييض مش ناجح في كل الحالات، والتبييض مش حاجه حلوه قوي. التبييض استخدامه العلاجي افضل بكتير جدا من استخدامه في الكوزموتكس. ليه؟ ان هو انا مثلا راجل شره جدا في التدخين، وربنا فتح عليا وتبت الى الله، فما بقاش عندي، بطل سجاير، بس لون سناني مضايقني، تمام؟ ممكن التبييض يعالج المشكله ديت؟ انا كده بعالج مشكله. انسه فرحها قرب واخدت مضاد حيوي غلط وهي صغيره، ففي صبغات في الاسنان عندها، تمام؟ ده حاجه علاجيه ولا مش حاجه علاجيه؟ مش كل التبييض تجميلي، له حاجات علاجيه، بس مش معنى كده ان انا استخدمه في كل الحالات، خاصه ان هو مكلف، تمام؟ خدعوك فقالوا في طب الاسنان، تمام؟ نعالج ليه يا دكتور سنان الاطفال ما دام هو هيبدل؟ نعالجه ليه؟ مفيش دكتور اسنان الا سمع الكلمه ديت من ام طفل، مفيش. اعالجه ليه؟ وما اخلعهوش. طيب اعالجه ليه ديت فيها 60,000 سبب. انا دلوقتي لما اخلع لطفل واسيب المكان دوت فاضي، الطفل ده هياكل ازاي؟ هاوت كام يعني، تمام؟ طيب خلعت الطفل دوت وما حطيتش حافظ مكان، تمام؟ المكان دوت هيقفل، طبيعي جدا ان هو يقفل، تمام؟ بعد كده الطفل دوت كبر، بدل سنانه على سن 13 14 سنه، اوبس ده السنان كلها داخله في بعض، ده الطفل ده محتاج تقويم. يبقى انا ليه؟ عشان انا ما عالجتش وهو صغير، تمام؟ فبرضه لازم نعالج اسنان الاطفال طول ما هي فيها الروح انها تتعالج، تمام؟ في حالات احنا ما نقدرش نعمل فيها حاجه وبتتخلع، بس ما نسيبش حد يخدعنا ويقول يا شيخ اخلعي له ده هيبدل، تمام؟ وفي خطا شائع الناس كلها بتقع فيه، عند سن 6 سنين بيطلع ضرس دايم، ده اول ضرس دايم بيطلع في البق، تمام؟ ورا. يا دكتور ده ما بدلش قبل كده، ما بدلش قبل كده، ده هيبدل لسه. يا ستي ده ضرس دايم، ضرس دايم حيتنوا عايش بيه لغايه لما يموت الى ان يتوفاه الله، تمام؟ عالجيه. لا اخلعه هيطلع غيره. عالجيه يا ستي. لا اصل ام محمود قالت لي ان هو هيطلع غيره، تمام؟ خلي ام محمود طلع لك ضرس غيره. خدعوك فقالوا في طب الاسنان ان التركيب الزرع هو هو التركيب الثابت. لا خالص، ابسولوتلي ابسولوتلي نوت. ليه بقى؟ التركيب الثابت دوت انا باخد الاسنان دعامات معينه في الاسنان وبشتغل عليها، بختار انت خلعت سنه، فبناخد سنه قبل منها وسنه بعد منها وبنعمل عليهم بريدج او اللي هو كوبري عشان اعوض الجزء اللي تم خلعه دوت، تمام؟ مش معنى كده ان هو ده زرع، زرع ان انت خلعت سنه او خلعت ضرس ومكان العظم دوت انا بحط فيه مسمار وبحمل عليه بعد كده، تمام؟ دي قصه ودي قصه ثانيه خالص. خدعوك فقالوا في طب الاسنان القصه الماساويه بتاعت الخلع. الراجل دخل خلع، ما سمعش كلام الدكتور، بعد كل التعليمات اللي هو قالها له ديت نزل على القهوه، شد حجرين، نفس في الثاني في الثالث، طلع للدكتور بيمسك في خناقه، انت سايب لي حاجه جوه. طب ليه؟ اصل هو عمال ينزف، اصل هو وشي ورم، اصل هو اصل هو. طيب حضرتك سمعت التعليمات؟ لا. طب ايه هي تعليمات الخلع الاول وليه بنقولها؟ حضرتك تقعد على القطنه ديت ساعه، بعد كده ترميها، ما تغيرش القطنه، مفيش مضمضه، مفيش حاجه سخنه، والحاجه السخنه ديت تشمل السجاير والشيشه، تمام؟ وبعد ما ترمي القطنه تاكل جيلاتيه او زبده ساقعه عشان بس ايه يعني الجرح يعني ايه يهدى شويه، تمام؟ او معنى صح اللي احنا بنطريها على المريض يعني، تمام؟ طيب حضرتك ما مشيتش ورا اي حاجه في التعليمات دي، بدلت القطنه، فانت كده ساعدت ان التجلط الدموي اللي انا عايزه عشان الجرح يقفل حضرتك حركته من مكانه. انا مالي؟ انت ما سمعتش الكلام. طب في دم في بقي يا دكتور احط قطنه ثانيه؟ لا، حضرتك تف الدم بس ما تحطش قطنه ثانيه، تمام؟ الدم استمر معاك لتاني يوم، ده كده في مرحله ثانيه بتتصل بالدكتور او بترجع له بيديك دواء بيوقف الدم وخلصت على كده. بس بلاش حته ان انت تلعب في الجرح كمان. شفناه كتير جدا 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 ان هو بعد ما خلع روح يرجع بعديها بساعه او ساعتين، اصل انت سايب لي حاجه جوه. حضرتك ازاي؟ انا الجدر اهوت وحضرتك شايفه قبل ما نرميه يعني وكده. لا انت سايب لي حاجه جوه. لا حضرتك ده عظم، ما هو اللي انت ما تعرفوش ان السنان ديت محطوطه في عظم، كون ان انت بقى دخلت ايدك ولسانك ولعبت جوه، ماشي؟ دي ما يعني كلام ان لوجيك تماما خالص. اللي انت الدكتور خلع حط قطنه، اللي انت تلعب في الجرح، ما انت كده لوثته، تمام؟ ايه الحكمه ان لسانك يطلع فوق؟ هتستكشف ايه؟ او يلعب في مكان الجرح، مش هتاخد بالك من اي حاجه، تمام؟ خدعوك فقالوا. شرب السجاير يا جماعه بعد الخلع.
الدكتور بيقول مفيش شرب سجاير لمده 24 ساعه او 48 ساعه. ليه؟ حبكت يعني عدمك صايم ما يعني ما حبكتش. السجاير بتعمل ايه؟ نقطه صغيره كده بره الموضوع، السجاير ديت بتخلي درجه حراره الفم عاليه. تمام؟ تمام. طيب السجاير ديت بتدخل لي يعني غير النيكوتين زفت وقطران وحموات تانية بتخش. تمام؟ تخيل انت جرح مفتوح انت دخلت له زفت وقطران، انت مستني ايه؟ تمام؟ غير ان بتخلي درجه حراره الفم عاليه، فبالتالي عمر ما الجرح ما هيقفل. انا عايز درجه حراره الفم في درجه الحراره الطبيعيه بتاعت الجسم. تمام؟ طيب انا ليه ازودها؟ انا كده مثلا هسرع العمليه، السيجارتين دولت هيقفلوا لي الجرح، مش قادر اصبر لغايه لما الجرح يقفل. اوقف قاله في تمام مع المضادات الحيويه في الاطفال. يا دكتور دي المضاد الحيوي ده ضرسه وارم، هو ينفع يخلع دلوقتي؟ اه حضرتك، احنا بنشيل السبب بعد كده بندي مضاد حيوي. تمام؟ والنقطه ديت حتى في الكبار بتفرق جدا، في اي مستشفى او في اي عياده الراجل جاي وشه وارم، وشه وارم، هو ينفع تشتغل هو كده؟ اه حضرتك ينفع يشتغل هو كده. من غير الدخول في تفاصيل يعني، بس المرجعيه بتاعتنا في امريكا كانت منزله ورقه بحثيه في 2014 اتكلمت على النقطه ديت باستفاضه، وان الافضل ان انا اعالج سبب المشكله وبعد كده اكتب مضاد حيوي. ليه هو المضاد الحيوي فيه مشكله؟ اه ده فيه مشاكل، فيه مشاكل. المضاد الحيوي لما بيتاخد مع بكتيريا قويه او انا ما كملتش المضاد الحيوي لغايه اخره، البكتيريا بتكتسب مناعه ضد المضاد الحيوي. ايه ده؟ هو البكتيريا عندها مناعه؟ اه حضرتك البكتيريا عندها مناعه، وفي دلوقتي بكتيريا ظهرت عندها مناعه ضد جميع المضادات الحيويه اللي عرفها الانسان لغايه النهارده، ودي مشكله خطيره حضرتك ساهمت فيها بمجرد ان انت ما بتاخدش الجرعه كويس او بتاخد مضاد حيوي عمال على بطال. تمام؟ كابسط مثال انت تروح للصيدلي، انا ضرس وارم، تاخد مضاد حيوي وتاخد مسكن وتروح. تمام؟ يوم اثنين ما كملتش جرعه المضاد الحيوي. تمام؟ ارتحت، بطلت، ركنت المضاد الحيوي في الدرج. بعد كده لما ضرسك قام عليك تاني افتكرت المضاد الحيوي في الدرج، بترجع تاخده، تلاقي ان الضرس ما خفش، تروح للصيدلي يديك مضاد حيوي اقوى منه. تمام؟ مع مسكن مع شويه مضمضه، ارتحت ركنته. بعد كده تيجي تروح لدكتور السنان، الضرس ما بيخفش، فتحته عصب وبتاخد مضاد حيوي والدكتور بينضفه والضرس ما بيخفش. بقى قوي جدا في ايه؟ ان البكتيريا بتاعته عايزه نظافه مره واثنين وثلاثه، وتقول الدكتور مش كويس، الدكتور ما بينضفوش كويس، ده انا لسه موجوع. طب هو العيب عند الدكتور ولا العيب في كميه المضادات الحيويه اللي حضرتك اخذتها قبل كده خلت البكتيريا اللي جوه الضرس عندها مناعه مش طبيعيه ضدها؟ تمام؟ هي موضوع زائد واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما فيهاش كلام. مضاد حيوي من غير لازمه؟ لا. حاجه مسببه التهاب تتعالج بعد كده ناخد مضاد حيوي، او قبليها بيوم يومين بس برضه لازم نعالج المشكله الرئيسيه. خدعوك فقالوا طب الاسنان، افتح كيس كتافاست حط على الضرس، او اطحن اسبرينه وحطها على الضرس. ده كلام مقنع اذا كان شركه كتافاست نفسها مش منزله ده، مش منزله ده في الانديكيشن بتاعها. انت شايف ان ده كلام منطقي؟ تمام. طب انت عارف انت بتعمل ايه اصلا؟ الماده ما بتشتغلش. طب انت لما جربتها ارتحت؟ ما هو صدقني لو كيس الكتافاست ابو نص جنيه او ابو جنيه لو هو بيشتغل لما انت تفضيه على الضرس كل اعداد طب الاسنان هتقفل. ده طبيعي يعني، هو حاشا لله، ربنا يزود يا رب. تمام؟ ده كلام مش منطقي، ما تخليش حد يخدعك في طب الاسنان، استشير دكتور. كلام الصيدلي مش هينفعك، كلام صاحبك مش هينفعك، الخبرات السابقه للاخرين مش هتنفعك، وشكرا.